مستمعاتنا مستمعينا الأعزاء في كل مكان، صباح الخير عليكم ومرحبا بكم. سعيدة جدا بلقائكم في هذا اليوم السعيد والمشمس، ونتمنى أن الأوقات اللي رايحين نقضوها اليوم رايحة تكون مفيدة مع يعني مع ضيفتي مولاة الدار مشي ضيفتي نادية، مع نادية راح ترافقني، راح تقدم لكم الركن الأخير في الحصان اللي هو خاص بألاقتك وجمالك ورشاقتك سيدتي. ألوغ كيما العادة حصتنا فيها ركنين، الركن الأول خاص بالطبخ وحلويات ومكالماتكم بالطبع لأنه رانا على المباشر، والركن الأخير خاص بالجمال. نعم ما نطولش عليك سيدتي ونبداو على بركة الله. ألوغ نبدأ بالإجابات، نجاوب على الأخوات. إكرام، إكرام تيارت نحيوها ونحيو كل سكان تيارت، طلبت بلي دونيت. ألوغ لي دونيت هما يجو كيما سفنج ويجو معمرين بلا كريم، سينو إلا ما عمرتيهمش أفيك أون كريم باتيسيير تخليهم هكذاك ناشفين، ونطلوهم أفيك أن فوندون. فوندون اما بالنسكافي ولا فوندون بالشوكولا، دوك نمدلك يعني الطريقتين يعني، ويقدم مره الاخت دير لي بيني، مره دير هذو لي دونيت، مره دير السفنج الاطفال نتاعها. حتى يعني واحد السيد كلمني من ولايه شلف ونحيو كل سكان شلف، قال لي شريت لاباري تاعهم وحب يخدم بهم، يعني يقول لك يعني يخدم باش يبيع الاطفال امام المدرسه، وطلب لي باش نقدم الكيفيه. وقلت له يعني اليوم رايحه باش كامل الاخوات ويعني كامل المستمعين والمستمعات يستفادوا من هذه الكيفيه. نعم الوغ للعجينه نعطيك انا كميه صغيره يعني تاع الدار، واللي يحبوا يديروا كميه اكبر يضاعفوا المقادير بيان سيغ. الوغ عندنا مغرفة تاع أكل نتاع خمارة تاع الخباز، عندنا ربع مغارف تاع سكر عادي 80 غرام يعني 4 كويير، كل مغرف فيها 20 غرام، ربع مغارف ديري بين قوسين باش تعرف الأخت، ديري 40 غرام 80 غرام نتاع سكر عادي ديري بين قوسين ربع مغرفة تاع أكل، عندنا 60 غرام نتاع مارغرين، مارغرين دونك هنا 60 غرام وزنيها باش تعرف الاخت يعني تعرفي العبر، وعندنا 250 مليلتر نتاع حليب، 250 مليلتر معناها 4 ليتلا كاس 4 ليتلا، وعندنا مغرفه يعني قرصه ملح 10 غرامات تاع الملح، شويه ملح، حبات بيض، ونحتاجو بون لافاني بيان سور، وحوالي رطب تاع فرينه. الوغ نعاودو مغرفه معمره تاع اكل نتاع خماره تاع الخباز، عندنا 80 غرام نتاع سكر عادي ديري بين قوسين ربع مغرفه تاع اكل، عندنا 60 غرام نتاع مارغرين، عندنا 250 مليلتر ديري بين قوسين 4 ريتلا 4 ريتلا يعني كاس كاس عادي، دوك تعرف الاخت الكاس اللي يدير 4 ريتلا، وعندنا 10 غرامات تاع الملح يعني شويه ملح، زوج حبات بيض، لافاني، وحوالي رطل تاع فرينه. المقادير دائما نحتاجو زيت للقلي، ونحتاجو ان كريم باتيسيير، الاخت لا حبت دير لا كريم باتيسيير في الـ في الـ في لي دونيت نتاعها، لا ما حبتش ديرهم ناشفين برك بور لو ديكور، تحتاج شويه فوندون وشويه كاكاو، فوالا فوندون والكاكاو، سينو شوكولا كيما تحب. دوك انا في يعني في الاخير نوريلك كيفاش تزيني لي دونيت نتاعك. بون هنا ذوبي لا مارغرين تاعك، لا مارغرين تاعك اللي هي 60 غرام ديريها في كسرونه، ذوبيها مع الحليب على نار هادئه ما يغليش غير يذوبو. الوغ لا مارغرين مع الحليب نذوبوهم كي يدفاو يعني يذوبو، نضيفو السكر، نضيفو الخميره، لافاني والملح. الوغ نضربو الكل بالخلاط الكهربائي، نضيفو البيض ورانا نضربو، ومن بعد نضيفو الفرينه، الفرينه ونلمو العجينه بالفرينه حتى نتحصلو على عجينه طريه. الوغ نخلوها تخمر. هنا واش ديري باش
باش تخمر واش ديري؟ سخني شويه الفرن، سخني الفرن شويه برك ماشي بزاف، طفي النار وحطي هذاك الماعون اللي فيه العجينه، يعني ديك العجينه تخمر برك. واش ديري؟ اللي عندها لو فور الكتريك ولا اللي يعني لا كويزينيير عادي، تشعل لا لامب، يعني شعلي هذيك اللامباج عليها باش يكون الضوء، يعني راح يدير المفعول دونك شعلي ديك اللامبا اللي في لا كويزينيير، لامبا شعليها، ولا كويزينيير راهي دافئه، واللي ما عندهاش لا لامب معليش، يعني اللي عندها فرن مقدم ولا معليش تسخنوا شويه تخليه دافئ، وتخليش سخون سخون بزاف، باسكو لما تكون السخانه بزاف يعني تقتل المفعول، يعني كيفاش نقولوا المفعول نتاع، تاثر على المفعول نتاع الخماره ما تطلعش. دونك الفور يكون ابان تياد، يكون دافئ باش تكون اون تمبيراتور امبيونت، معناها درجة الحرارة تكون شوية معتدلة، يعني تكون دافئ، الجو دافئ، باش هكذاك يكون ديف داخل لا كويزينيير. بون باش تعرف الأخت ما تكونش سخونة سخونة بزاف. بون ألوغ تخليها تخمر واللمبة تكون شاعلة، ما عندكش اللمبة معليش، هذه يعني جوست كي تخمر العجينة نتاعنا نعم نفشوها، ومن بعد نحلوها فوق طاولة العمل. السمك نتاع العجينة يكون 1 سنتيمتر، نحلوها فوق طاولة العمل تكون مرشوشة بالفرينة بالحلال، يكون السمك 1 سنتيمتر، 1 سنتيمتر. ألوغ نقطعو دوائر، نقطعو دوائر بطابع يكون مدور ولا باه، ومن بعد بكاس تاع لاتاي زيدي الطبعي الداخل باش تجي كيما الإسويرة كيما المسياس، يعني تجي متقوبة في الوسط كيما الكعكة. ألوغ نقطعو دوائر، ومن بعد بكاس تاع لاتاي نقطعو في الوسط باش تجي تقبى في الوسط، يعني و نكملو كامل العجينة نتاعنا بنفس الطريقة حتى يعني تكون كامل عنا أساوير، يعني مسياسات ولا واش ديري؟ تسخني الزيت وتقلي، تبداي بالحبات الأولين كيما لي بنيه، تسد فيهم تي كامل فوق طاولة العمل ولا فوق في سنيوة ولا، ومن بعد كي تبداي تقلي بداي باللولي اللي خدمتهم يكونوا شوية ريحوا بداو يطلعوا، مادام كي تقلي مادام الأخير راهم يريحوا، تعرف الأخت، أقليهم ديريهم يقطروا وتخليهم حتى يبردوا، من بعد كي يبردوا تكوني مجدة لاكخيم باتيسيغ نتاعك، ألوغ تفتحي في الجنب وتعمري لاكخيم باتيسيغ افيك اون بوش، افيك اون بوش تعمري لاكخيم باتيسيغ نتاعك، عطريها بلا فاني، ومن بعد تذوبي لو فوندون، الفوندون نتاعك راهي نشرو من الحانوت، ذوبيه في حمام ماغي مع شوية كاكاو، وتطلي الوجه برك بالفوندون، ألوغ إما فيه لو كاكاو اما ديري في الـ في الـ في الـ في الفوندو ديري زوج ديري لو كافي سوليبل، يعني القهوه سريعه الذوبان، ذوبيها شويه برك تاع ماء شويه وديريها في الفوندون، يعني تجي الفوندون بالشوكولا ولا فوندون بالكافي لو غو كافي، حتى الفوندون هذاك راح يدي اللون تاع القهوه، يعني يجي بني فاتح والذوق نتاع القهوة، سينو جيب الشوكولا، سينو لما عندكش لو فوندون دوبي شوية الشوكولا بشوية تاع ماء عادي ولا شوية تاع حليب، وتطلي الوجه نتاع لي دونيت نتاعك، فوالا، دونك هادو مقليين، المرة الجاية إن شاء الله نقدم لك لي دونيت في الفور، يعني نطيبوهم في الفرن في دي مول خاصين بلي دونيت، ونخدموهم افيك اون بات لوفي، معناها عجينة مخمرة، وتشوفي يعني كاين مقليين كاين طيبين، يعني ولا أنت ديري كل مرة ديري يعني حاجة اللي توالمك. ألوغ الأخت اللي طلبت لي حكيمة، حكيمة طلبت لي لو جاتو نتاع الميمة، نتاع الميمة اللي نحيوها، نحيو كل سكان مدينة مليانة، طلبت لي الحلوة تاع لا كونفيتور، يعني معجون كنا نديروه زمان في البلا بالمعجون. ألوغ هنا واش ديري؟ ديري عجينة، العجينة كيما تاع لي سيكار اللي نقلوهم، برك نضعفوا المقادير، نضعفوا المقادير. ألوغ ديري 4 حبات بيض، 4 حبات بيض، ديري 2 كيسان تاع لاتاي تاع الزيت، وديري
زوج كيسان تاع لاتاي تاع السكر. نبداو دابا بالسكر، راه نديرو ربع حبات بيض، زوج كيسان تاع لاتاي تاع السكر عادي نضربوهم، ومن بعد ضيفي الزيت ثاني زوج كيسان تاع لاتاي تاع الزيت وراكي تضربي. ديري لافاني او مبشور ليمون، ديري زوج باكيات تاع خميره، ونديرو الفرينه لهنا الفرينه حتى تحصلي على عجينه، عجينه تكون طريه تكون شابه. الوغ حليها في ان بلا، ان بلا يكون مدهون، حلي ديري العجينه نتاعك. من بعد واش ديري؟ نحي شويه عجينه، خليها كره صغيره، خليها على جهه، حلي انت العجينه نتاعك، اطلي المعجون، ومن بعد ديك الكره اللي احتفظتي بها ديري فرينه فوق طاوله العمل، حليها بالحلال وقطعي دي بوند، قطعي اشرطه وحطي الاشرطه فوق المعجون، يعني لانه درنا اون كوش دو كونفيتور، درنا طبقه تاع معجون فوق العجينه نتاعنا. ومن بعد ديري بال ديك العجينه اللي حليتيها فوق طاوله العمل، ديري اشرطه قطعيهم بالجراره باش يجوا مبرجين، وديري اشرطه ست فيهم يعني واحد حدا اخو، ومن بعد عاودي عكسي باش شكلي مقروطات فوق الحلوه نتاعك. ديري هبطي في الفرن فوالا، وكي طيب ولا تخرجيها تنطري فوقها شويه نتاع القرفه، ولا ديري فوقها شويه سكر غلاس فوالا، وتتقطع معينات يعني وطيبيها عادي. دونك ميم القرفه دي شابه ديريها فوق فوق القرفه، ديريها فوق فوق العجينه، وسينو ديري ان بو سكر غلاس كي طيب نطري فوقها شويه سكر غلاس يعني، وشابه يعني تقطع لك كميه كبيره، ديريها في ان بلا وتشوفي ريحه يعني، تديريها وعاودي كلميني باش يعني تقولي لي كيفاش جاتك. ولا نعم الوغ طلبات نتاع الاخوات، اخت كلمتني وطلبت لي باش نقدم لها لا مايونيز تاع الحليب، قدمتها عندها مده يعني صافي لونطون تخي لونطون، وقالت لك جو كخوا يعني كناش هتودر لها ولا مانيش عارفه. بون هنا لا مايونيز تاع الحليب، لا مايونيز تاع الحليب فيها كاس تاع حليب، كتبوا المقادير مع بعض، ها تلت مغرفات نتاع اكل، لا تاع قهوه، تو كويغ كافي، تلت مغرفات تاع قهوه يعني صغار نتاع البودره نتاع الحليب، عندنا كاس تاع الزيت، شويه ملح، عندنا فلفل الكحل، وعندنا نص كاس تاع عصير ليمون. هنا شوفي كتبوا المقادير ومن بعد طريقه التحضير لازم يعني تحترميها. الوغ هنا في دابوغ نميكسو الحليب، عندنا كاس حليب سائل، وعندنا تلت مغارف صغار نتاع حليب بودره، هنا كامل نحطهم في ماعون، نديرو الملح، ورانا نضربو، رانا نضربو، راكي مجدة الكاس تاع الزيت، راكي ضربي لا فيتيس مويان، يعني السرعة ماشي تكون بزاف، تكون يعني متوسطة. وكل مره ضيفي مغرف زيت، هذاك الكاس تاع الزيت ما نديروش مره واحده، راكي تضربي كيما لا مايونيز ونزيدو بالمغرف تاع الزيت، راكي تضربي وتزيدي بالمغرف حتى تكملي هذاك الكاس. الوغ هنا واش ديري؟ كي تشوفيه تقل يعني طلعت لا مايونيز تاعك طلعت وغيب هذاك الزيت والحليب، نضيفو ما تنسيش تبلي بيان سور، ديري الملح وفلفل الكحل. من بعد واش ديري؟ في الاخير نضيفو العصير تاع الليمون، العصير تاع الليمون هنا كي تفرغيه تحبسي ما تميكسيش، نميكسو كي نفرغو العصير تاع الليمون غير نخلطو برك بالمغرف تاع اللوح. علاش؟ لانه لو كان نديرو هذاك العصير تاع الليمون ونكملو نميكسو ريحه لا مايونيز تاعنا التورن، يعني ريحه تدور وتولي كيما الرايب، لانه لاسيديتي الحموضه تاع الليمون راح تاثر على الحليب وبالتالي راح تتقطع تجي مقطعه كيما الحليب كيما الرايب. الوغ هنا واش ديري باش تنجح لك؟ راكي تميكسي تميكسي راح تطلع في الاخير اون اريت ديريكتومون دو ميكسي، معناها نحبسو ما نميكسوش، فرغي
العصير تاع الليمون بعد ما تكوني عصرتيه وصفيتيه، فرغي وغير خلطي بالمغرف تاع اللوح ديريكتومون، تتحصلي على اون مايونيز. الاصحاب يعني الاشخاص اللي عندهم يعني الكوليسترول، الاشخاص اللي يعملوا حمية دونك ما فيهاش البيض وما فيهاش دونك مصنوعه بالحليب فوالا. دونك هذه هي لا مايونيز نتاع الحليب. اما لا مايونيز تاع الثوم، عندنا 4 حبات ليمون، عندنا 6 سنات ثوم، زيت الزيتون، ملح وفلفل كحل. 4 حبات ليمون، 6 سنات ثوم، زيت الزيتون، ملح وفلفل كحل. هنا واش ديري؟ دابور رابي الثوم، ديري الثوم ملح وديرهم في الميكسور. الوغ هنا ضيفي دونك نديرو الزيت ونطلعو، نديرو مع الزيت مع هذاك الثوم ونطلعو كيما لا مايونيز، كيما لا مايونيز. من بعد واش ديري؟ قلت نديرو الجو دو سيترون العصير، هنا نطلعو كيما لا مايونيز، نضيفو العصير تاع الليمون ولا نطلعو فيه. دونك هنايا جوست قلنا الثوم والزيت، ومن بعد نضيفو العصير تاع الليمون. قلت نضربوهم عادي. الوغ في الاخير نضيفو الفلفل الكحل، الملح بيان سيغ حسب الذوق فوالا. نحطو في الثلاجة، نحتفظو به في الثلاجة. هذه لا مايونيز نرافقوها مع انواع اللحوم، مع البولي، ونرافقوها مع السمك. دونك سي اون مايونيز ان بو سبيسيال، يعني شويه يعني مايونيز خاصه، قلت باللحوم بالدواجن وبكل انواع السمك. يعني الاخت تجرب دير كميه صغيره، هنا درت لك انا 4 حبات ليمون، تقدر دير يعني العصير بيان سيغ، ديري نص تاع الكمية، جربيها كي تنجح لك تجيك شابة. تشوفي يعني نخدمو بها بزاف، برك لازم تتبعي المقادير وتتبعي طريقة التحضير كما ينبغي، لأنو يعني إلا ما كتبتيش مليح يعني المقادير وطريقة التحضير أكيد ما رايحاش تنجحي في الـ في الـ في, الـ في يعني أي كيفية، ماشي غير حلوى، أي كيفية ما تنجحيش فيها. نعم، ألوغ نتمنى لكم التوفيق في كل الكيفيات اللي قدمتهم لكم. نعم، ألوغ كاين أخت طلبت لي، قالت لي حبيت ندير اون تارت او سيترون، حبيت اون تارت او سيترون. احنا عندنا لي تارت او سيترون بزاف، ورايحه نمدلك اون تارت شابه. برك حبيت نعاود بعجاله لا سوب تاع اللي بحثتها لنا ام سجود، اللي قدمتها سيده شريفه من من من, من عين دفله، ونحيوا كل سكان عين دفله، كل سكان تيموشنت. دونك يعني انا جربتها البارح وجات شابه بزاف. عندك واش زدت فيها؟ زدت فيها مغير فاتع لا كريم فريش، وزدت فيها 2 قطع تاع جبن، جات تهبل تهبل. الو عندنا كيلو تاع قرعه كورجيت، راس تاع ثوم، هذو نديروهم في طنجره، نديرو شويه زيت ونقلو مليح مليح مع بعض، نقلوهم كامل مع بعض. كي يتقلاو، يتقلى هذاك الثوم، يتقلى مليح، لا كورجيت يتقلاو مليح مليح، نمرقو بشويه تاع ماء، نديرو ملح وفلفل كحل ونخلوها طيب. الو كي طيب نضيفوا لها غرفية تاع خبز، خبز صابح ماشي لا شابلور، خبز نفتوه يعني نقطعوه نديروه صابح، غرفية تاع إلا كان درتي نص الكمية دي نص غرفية، خليها تغلي شوية ومن بعد ميكسي الكل مع بعض. هذاك الخبز هو اللي يخلي يعطي لها الكثافة. إوا لا درنا الفارينة ولا أنا واش درت باش ما تجينيش أن بو فاد، كاين اللي ما يحبوش لوكو تاع لا كورجيت يعني الذوق، باش تجيك شابة ديري لها. درت انا 2 قطع تاع جبن ومغير فات على كريم فريش وميكسيت الكل مع بعض، جات تهبل تهبل. دونك حتى يعني صحيه لاصحاب الحميه، الناس يعملوا ريجيم للتخسيس يعني ان ريجيم اميغريسون، الاشخاص اللي عندهم الكوليسترول اوسي، الاشخاص اللي عندهم حتى القرعه مفيده اللي عندهم السكري. دونك يعني ما فيهاش الحريرات، ما فيهاش لي كالوري. دونك فوالا. نعم، بون هذه هي لا سوب.
فيما يخص لا كريم او سيترون بون بور لا تارت او سيترون عندنا اون بات سابلي عادي لا بات سابلي ديري فيها 300 غرام فارينا 200 غرام نتاع مارغارين طريه ديري 100 غرام سكر عادي مغير فتا اكل نتاع لافاني قرصه ملح ولموها بحبابير الوغ نعاودو 300 غرام فارينا 200 غرام مارغارين طريه 100 غرام نتاع سكر عادي مغير فتا اكل نتاع لافاني قرصه ملح ولموها بحبابير هنا ديري كره خليها تريح في الثلاجه ولا يعني في مكان يكون بارد تريح في غردها الوغ لا كريم او سيترون انا بزاف كاين بليزيور كريم او سيترون نعطيلك وحده شابه بزاف الوغ عندنا ربعة حبات ليمون العصير تاع ربع حبات ليمون عندنا 300 غرام سكر عادي عندنا 6 حبات بيض وعندنا مغير فتا اكل نتاع مايزينا هذو كامل نديروهم دون زان بي ماري يعني ديري معون فيه الماء حطي هذا المقادير دوك نعاود نقدمهم لكم وديريهم في الحمام هذاك ماري وراكي تحركي حتى يثقل الخليط الوغ العصير تاع ربع حبات ليمون 300 غرام سكر عادي العصير يجينا كاس ربع حبات ليمون كي تعصرهم يجي كاس تاع عصير ليمون كاس الوغ 300 غرام سكر كريستاليزي سكر عادي 6 حبات بيض كاملين مغير فتا اكل تاع مايزينا هذو كامل نخلطوهم في معون حطوهم في طونزيم بي ماري حطي معون فيه الماء وحطي هذاك المعون اللي درتي فيه المقادير وراكي تحركي بالمغرف تاع اللوح حتى يثقل الخليط كي يثقل الخليط نحيه وضيفي 50 غرام نتاع مارغارين طريه مغرفه معمره خلطي كل مع بعض وغطيه بالبابي فيلم غطيها بكام بلاستيك وخليه يرتاح الوغ هنا يشد روحو يرتاح يشد روحو تكوني وجدتي لاباط سابلي نتاعك انفونس لي مول ولا تحبي اون بياس كبيره تحبي دي بتيت بياس ديري العجينه نتاعك في لي مول انفونس لي مول ونطيبوهم عادي حتى يطيبوا كامل كي تخرجيهم خليهم يبردوا عمريهم هذه لا كريم وزينيهم من الفوق تحبي تزيني افيك اون كيفاش نقولوا اون مورينغ ايطاليان تحبي تزينيهم افيك دي ترانش يعني تاع الليمون شرائح تاع الليمون تكوني طيبتيهم في شويه تاع السيرو هكا يجي شرائح صغار تحطي تحبي ديري اون مورينغ ايطاليان ديريها في لابوش وتزيني من الفوق بلا مورينغ فوالا برك ما يعاودوش ترجعوا للفرن هنا لا مورينغ ايطاليان تكون ديجا واجده ديريها في لي مول فوالا هذه هي لا كريم لا بات بلوتو لا تارت سيترون نتاعنا دونك فوالا تحبي كاين اخوات يعني مديت لكم يعني الـ الـ يعني الـ الـ الحصه الحصص حصص حصص مضاو مديت لكم دي تارت سيترون يعني مختلفين مختلفه على يعني على تارت لي وين تعاودي ترجعي يعني ديري اون كريم وتعاودي ترجعي دي لا ميغ وتعاودي ترجعي لا تارت سيترون تاعك في الفرن وتشعلي من الفوق باش تحمر هنا تقدري تحمريها افيك شاليمو اللي عندها الشاليمو دير لا ميغ تاعها وتحرقها جوست بالشاليمو فوالا الوغ نستقبلوا شويه مكالمات نستقبلوا شويه مكالمات نشوفوا طلباتكم اقتراحاتكم انتقاداتكم ون يعني هكذاك ونشوفوا واش حبيتوا كاين اخوات عندهم كيفيات شابين انا ديالي تقول لي معليش حنايا باش الاخوات يعرفوا قالت لك ندير لا تارت سيترون تاعي نعاود نرجعها في الفرن باش تحمر لا ميرينغ ايه جوستومون كاين كيما كنت نقول كاين لا كريم
كاين لا كريم اللي ترجع للفرن باش هذه ما نقدوش نرجعوها في الفرن باسكو دوبنا فوالا. اي انا نديرها تاع لي. شكون معنا من المعسكر؟ فاطمه. فاطمه من المعسكر، صباح الخير. صباح الخير ماما باشا، واش راكي؟ واش راكي؟ الحمد لله. واش راكم نتوما؟ واش راهم سكان المعسكر؟ الحمد لله لاباس. فاطمه بعدي بنتي شويه على الميديا باه نسمعك مليح. ها صح. نعم. الو. نعم فاطمه. نعم ماما بغيت بغيتك باش توري لي لا مورينغ. لا مورينغ. لا مورينغ درتها فوق ال درتها الكاط الخضر. ايه. وجبتها طيبتها فوق الحمام المائي. ايه ايه صح، ما نسقتليش فوق الكاطو. شحال عبرتي؟ شحال عبرتي سكر؟ 100 غرام في بياض بيضة. 100 غرام تاع سكر في بياض بيضة. ايه امبلون في بياض بيضة. درتهم فوق الحمام المائي وشوية ثاني. ايه. وطلعت. طلعتيهم تماسكوا طلعوا مليح مليح؟ واه. ايه نورمالمون. بصح شوفي بنتي، هذه سي لا مورينغ ايطاليان، هذه نورمالمون ما تطيبش بنتي. هذه لم هذه لا مورينغ ايطاليان، هذه ما تعاودش ترجع للفرن. نديها فوق ال من بعد نعطيلك. من بعد نعطي هذه تجي فوق فوق الكاطو طيب، يعني ما تعاودش تطيب. من بعد نعطيكم لا مورينغ اللي تجي في الكاطو اللي نطيبوه في الفرن. صح ماما باش. شكرا بنيتي شكرا. دونك لا مورينغ ايطاليان هذه هي لا مورينغ اللي تطيب في البان ماري. الوغ نديرو كل بياض بيض 100 غرام تاع سكر عادي، نديرو نضربو نديرو اون ميم تون ونديرو في حمام ماري، نديرو ماعون فيه الماء ونحطو هذيك البياض البيض مع السكر ونضرب ونضربو حتى يطلع كشغل يطيب في ذاك البان ماري. تطلع يعني يصبح لنا اميلونج يكون متماسك شاد روحو. نوخروا الماعون من الماء، نحوم الماء ونكملوا نضربوا حتى يصبح دافئ. هنا هذه لا مورينغ تنتكل يعني ماشي خضراء، لما نديروها في الفرن لانه راه ذاك البياض البيض طاف. نعم طاب في البي في الـ في الـ في الماء ماغي. فوالا عندنا ام اسلام الواريزه. صباح الخير. صباح الخير مباشره. واش راكي لاباس؟ بنتي راكي مليحه؟ لاباس الحمد لله. تفضلي بنتي. مدام بغيت نقول لك كنت عامة الكورما بالافيون داشي. ايه ايه. هي تعرفي كاع اللحم يخرج من الكورما. ما يبقاش في الحبة تاع القرنون. في في نديها زعما والله نديها غاية. لا 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 راكي تنقيها، راكي تخليها مغامقة باش اللحم يدخل فيها ولا كي ت... ايه ايه نخليها نخليها كغامقة باش اللحم كي يدخل فيها ومين نعاود نديرو باش يخرج له، ما عرفتش علاه. شوفي تعرفي شديري بنتي قبل ما تحطي لافيون داشي، ديري شوية بياض البيض فوق الحب الداخل في القرنونة الداخل وبياض البيض وحطي اللحم كي تكملي بالبانسو طلي كامل الحبة تاع القرنون بها باللحم اطليها بياض البيض رايح يشدها. أنا صح شبرت نقول لك ما باشا السنة اللي فاتت كنا تاع حبة بيض ما حسيتو كاطو ما حسيتو مسكوتشا ما حسيتو كان ولدي زقي ما حسيتش مليح. مادلين مادلين مادلين. إيه. صح ما دوك نمدو لكم معليش دوك نعاود لكم بحبة بيض ديرلك 15 حبة. صحيتي مع السلامة ربي يخليك. شكرا بنيتي شكرا. ايوا صح. نعم الوغ بحبه بيض نكتبوا مع بعض، عندنا حبه بيض اكتبي ناديه. ايه اكتبوا من وراء الزجاج اكتبوا حبه بيض، راهم بناتي من وراء الزجاج كنا شات ويكتبوا. بون عندنا حبه بيض، عندنا كاس تاع سكر عادي، هنا نضربوهم مليح مليح. من بعد نضيفوا نص كاس تاع الزيت. فضيله كتبي المادلين تاع حبه بيضة. نص كاس تاع الزيت ونضربو الوغ نص كاس زيت. عندنا كاس تاع حليب، الحليب نكونو غليناه من باب الاحتياط باش ما يكونش قارص. كاس حليب ورانا نضربو. عندنا المبشور نتاع زوج حبات حتى ثلاثة حبات تاع برتقال مبشور. الوغ لو زاست نتاع 2 أو 3 اورانج، زوج ولا ثلاث حبات برتقال، سا ديبون الحجم نتاعهم مبشور. عندنا باكيه خماره، ومن بعد نضيفو زوج كيسان نتاع فارينا، زوج كيسان فارينا، ساهل ساهل. الوغ تحكمي لي مولا مادلين تاعك،
تفرشي فيهم لي كيسات. الوغ لي مولا مادلان فرشوا فيهم لي كيسات دوك الكبار، وتحطي قي زوج مغرفات تاع اكل نتاع عجينه، زوج مغرفات باش يجي الحبه تجي في العبر، زوج مغرفات. تكوني مسخنه الفرن وطيبي لي مادلان تاعك عادي. هنا الا كان عندك لي غروم لي غرانولي شوكولا فيرميسيل شوكولا، الا كان عندك ديري مغرف الداخل فيهم باش يجي الكاطو شكلو رخامي، ما عندكش تغني عليهم. هنا هذه سي فاكولتاتيف يعني اختياري. الى عندك لي فيرميسيل شوكولا يعني لي غرانولي هذوك فيرميسيل، ديري مغرف في العجينه خلطي مليح باش كي طيب يجي رخامي شكلو رخامي، باسكو الشوكولا تبق مع الـ مع الـ مع البرتقال. الوغ هنا درناه بالبرتقال، الى حبيتي ديريه بالليمون نفس الطريقه، وزينيه من الفوق افيك اون شانتيي دي كيما لي كوب كيك. ديري اون شانتيي طلعيها وتقدري دي بون، وديري من الفوق ورده بلا شانتيي ولي دي غرانولي من الفوق. بون سي تان غاتو يجي مليح بوغ الاطفال، تقدري ديريه بالبرتقال يعني، وديري لا شانتيي طلعيها بكاس تاع عصير برتقال، تجي اللون تاعها برتقالي وديري ورده من الفوق يعني يجي شباب، يجي شباب. الاطفال اكيد رايحين يحبوه كثير كي يكون عيد ميلاد ولا حفله في الحضانه ولا في ليزيكول ولا دونك تقدر يعني الام او ربه البيت تحضر هادو لي مادلان لي خفاف وتزينهم على حساب المناسبه، على حساب المناسبه. فوالا نتمنى ان الاخت من واريزان ام اسلام راهي سمعت الكيفيه، ودير يعني اللي عندك وقت هذوك ديريه حبه بيض يعني يدير لك 15-18 حبه، سا ديبون الحجم، إذا كانوا لي مول صغار يدير لك حتى 18 حبه، إذا كانوا كبار يدير لك 16. فوالا.